تباينت آراء مواطني العاصمة عدن حول الأوضاع المعيشية عقب عودة الحكومة ومجلسي النواب والشورى إلى الداخل، فيما اتجهت معظم المطالبات صوب تحسين مستوى الخدمات وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة. أرحب بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن، وهذا له يعني فوائد عديدة وكثيرة، ومنها الأولويات التي متطلبة الآن في هذه الفترة هي أولا تثبيت العملة الذي أرقت الناس وارتفعت بسببها الأسعار، وأيضا معنا موضوع الخدمات الذي هو نحن نعاني منه هنا في عدن، منها الكهرباء. والله الحمد لله، اللي بتشوف البلاد كيف الأوضاع، كيف الغلاء، كيف الكهرباء مقطوع، والدنيا كل الأمور للأسوأ. نتمنى من الله أن تصلح الأمور. احنا كمواطنين نرحب بعودة الحكومة إلى أرض الوطن، ومتطلبات المواطن أن يلمس على أرض الواقع من يعني انخفاض الأسعار، يعني الأمن والاستقرار. الأمن والاستقرار، مش كهرباء وماء ورواتب وصحة دراسة قبل الناس وبس. مطلعين لعودة الحكومة، استقرار الأوضاع، عودة الخدمات، وترسيخ الأمور في عدن. هذه مطالبنا لا غير. بعودة الحكومة تصليح الأشياء اللي هي زي الكهرباء، الاقتصاد، هذه الأمور اللي هي الأساسية.